السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده كالعاده. دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم هاد الحريشات هادو البلبل ديال البلبوله اللي كيجيو زوينين وداد في نفس الوقت ومنسمين. وهنا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. ودابا ان شاء الله ندوز للطريقه والمقادير. هنا كما كتشوفوا عندي السكلو ديال البلبوله، من بعد ما نقيتها وغسلتها مزيان، فانا غادي نضيف لها المطايب، وغادي نخلي غادي غير نغطيها، ما نكثرش ليها ثاني كاع الماء بزاف. وهنا غادي نخليها حتى غتشرب. هنايا انا من بعد ما كنت زربت عليها فما خليتهاش تشربات مزيان. انا هنا كما غادي نزيد لها جوج معالق ديال السميده رقيقه. هنا بالنسبه الى كانت شربات مزيان غادي نزيد لها جوج معالق حتى ثلاثه ديال السميده رقيقه. هنا غنضيف لها ثلاثه المعالق ديال زيت الزيتون، وغنضيف لها واحد اربعه المعالق ديال الخميره بلديه. هنا الخميره بلديه كتبقى على حسب اللي بغى يضيفها لا يضيفها، اللي ما بغاش تقدروا تضيفوا لها غير الخميره الاخرى، اولا كاع تخليوها كاع بلاش بلا خميره. هنا ضفت لها شويه ديال الزعتر، فغادي نحاول اني نعجنها. انا كما قلت لكم انا هنا زربت عليها، فكانت باقي خاصه شويه ديال يعني كان باقي فيها شويه الماء، فاضطريت انني نزيد لها واحد نص واحد تقريبا كاس صغير ديال السميده الرقيقه. وهنا الا شربت لكم نتوما بزاف فبلا ما تزيدوا كاع ديك السميده الرقيقه. صافي هنا غادي نعاود نخلطها واحد شويه، فما نخلطهاش بزاف غير غادي نخلطها واحد شويه. صافي خليتها تشربت واحد شويه، واحد 10 ديال الدقائق، من بعد زدت لها الزيت ونكحل. صافي هنا غادي ناخذ دوك غادي نشكلها هكا يعني كويرات بحال هكذا، وغادي نفندها في البلبوله رقيقه، يعني ديك الرقيقه اللي قلت لكم بحال شكل السميده الرقيقه انا اللي خدمت بها. صافي هنا من بعد هذه الطريقه هذه راه تبارك الله الاخوات راه كلشي كيعرف يصاوب الطريقه هذه. صافي انا هنا درتها في المقله يعني بارده. صافي من بعد غادي نشعل عليها، ويعني غتكون العافيه مهيله. غادي نخلي حتى غادي يطيب، من نحس بان راه تحمرت ليا من التحت، فمره مره كنحرك الا لقيتها تحركت ليا كنعاود نطلع عليها. صافي هنا من بعد ما تحمرات المهم حيدتها، كانت على هذا الشكل هذا، ويعني كتجي بنينه ولذيذه في نفس الوقت، فكنتمناتني الاعجاب ديالكم. وهنايا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب كالعاده. دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.